طيب قلت اجيبها عشان عارفه ان في ناس كتير. تمام. لا اخليك انا جايه. معلش ما احنا بنحاول بقى لما اقول لك ايوه تعرفوني معاكم ومع جميلة بقى يا جلجينا جميلة هنا جبناهم بقى. لا والله ازاي ده انتوا منورين يا ليمون بتضايق منه ولا صور بقى معاكي وانا مسكين قول صور له يا فندم خلاص صوري بسرعة. يلا معلش يلا هو ده بقى المطلوب بقى ده اللي مطلوب. الله ينور عليكي. الناس اللي زي حضرتك انت قدوه يا استاذه سمر. عارفين انت قدوه. انا عيالي فين النهارده والليل انتوا ابهرتوني يا جماعه. انت الصغيره بجد بجد قاعدين قاعده على هي تخليني ازود انت الصغيره والله 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 بنتي الصغيره قاعده في الفيديوهات والنهار فعلا صدقيني معجبه قوي بيكي والناس اللي معاكي الدكتوره نسرين هي اللي عرفت تجيبي تستني كلها ان شاء الله. الدكتوره نسرين عبد الحليم متابعينها برضو مع حضرتك اول يوم تيجي فيه حاجه جميله وكده معجبين قوي باللي بتعمليه. انت بجد بتعملي حاجه كويسه. انت محتوى نظيف وهادف ويا ريت الناس كلها زيك. يا ريت الناس تتعلم منك. انا عايزه الناس تتعلم منك والله. احنا بنتعلم منك. لا انا اتعلم منك والله. والله يا حبيبه قلبي الله يجازيكي خير يا رب. ربنا يجازيكي خير. هو بره بيركب وليد مراسل مراسل جوال تنبيه على الاستاذه مريم حمدي عبد العليم توجه لمدخل قاعه 1 الاهميه. على الاستاذه مريم حمدي عبد العليم التوجه لمدخل قاعه 1 الاهميه. الغطا بتاع القلم ده فين؟ فانا بنصح كل الناس الجميله اللي بتشوفنا تيجي المعرض تستفاد من جمال المعرض ومن كل حاجه موجوده في المعرض. حضرتك مهتمه بالدنيا وبتتوقع جدا. انا بحب فانا دلوقتي بنصحهم تعالوا اقراوا تعلموا القرايه تعلموا الكتابه. ده الاطفال الصغيرين طب مين اللي هيعلمهم يعني بابا وماما بقى هيجيبوا اولادهم هنا يعلموهم ازاي. يعني انت مثلا اختار انت قصه في قصص اطفال نخليهم يختاروا قصه نخليهم هما اللي يختاروا بايديهم كل حاجه. طب اختار النوت بوك بتاعتك اكتب فيه. انا بس ما بكتبش فيديو انا كتبت بصي يا جلجل للواد الكبير مراتب اللي عاجزني بحقي ينفع كده مراتب هو ده الحب الحقيقي. بقول لك الواد الامور ده يا جدي بصي له عشان يصورك. احنا نيجي نقعد معاكي في يوم كده نقضي معاكي كلكم ان شاء الله. وسلامنا لكل دكتوره نسرين ماما اعتماد. هو بعت لي الشغل على النقل ده خلاص سلمنا عليه بس نشوفك على خير يعني شكرا. عايزه حاجه؟ اه معاك. عادي زيك جدا. فاكرني لما جيت اصغر المتابعين دول ولا ايه؟ ده هي نورت معرض الكتاب والله. عايزه ايه؟ يلا نروح ناكل. هنروح ناكل. انت مبهدله؟ اه ده انت زي القمر. ده انت موزه موزه. طب يلا نروح ناكل. هنروح ناكل عند كده الفلاح الفعل.
تعالى كل معانا.